ذكرنا من قبل ان قاده الجيش المصري المسلم في الحرب كانوا دائما يقولوا احنا محتارين، مش فاهمين السادات بيعمل كده ليه، هو السادات بيتخذ هذه القرارات، وكانوا في حيره وغموض كما جاء في مذكراتهم. السادات بقى كتب في مذكراتهم قال لهم ايوه السبب في ذلك انكم كنتم ترغبون في تدمير الجيش الاسرائيلي الذي عبر لافريقيا، اما انا فرفضت. ليه سادات قال كما جاء في كتابه البحث عن الذات، قال لان انا خفت على حياه الجنود الاسرائيليين. فلو كنت صفيت الثغرة حسب الخطة الموضوعة التي وقعتها بنفسي كانت إسرائيل ستفقد 400 دبابة وعشرة آلاف عسكري. لو تمت هذه المعركة فستكون مذبحة التاريخ. فيما بعد قال السادات في مجلس الشعب أنه كان مستعد أن قوات الجيش الثالث كلها تموت عن آخرها، تفنى عن آخرها. كانت قوات بدر تحت قيادتك حول 50,000 بأسلحتها ومعدتها. في لحظة من اللحظات حين تصور العدو أنه قد حاصركم وقطع عنكم الإمداد، أصدرت أوامري للقائد العام بأن تبقوا في أماكنكم حتى ولو فنيتوا، حتى ولو فنيتوا، حتى لا تتكرر هذه الأحداث. أنا أخشى ما أخشاه إن لو دخلنا حرب أخرى وهذه الحقائق لم تعرف للقادة والجنود وللشعب أن تتكرر هذه الأخطاء. هناك أسرار شديدة لو عرفها الشعب سيعيد كتابة تاريخ مصر وتاريخ حرب أكتوبر 73. ممكن حد يتساءل إذا لماذا قام أنور السادات ببناء الجيش المصري المسلم وخط حرب أكتوبر وهو جاسوس؟ والإجابة على هذا السؤال سنجيب عليها في نهاية الحلقة. وقبل أن نعرض لاعترافات السادات وأقواله عن نفسه التي تدينه، نعرض لأبرز الشخصيات التي عملت معه واتهمته بالتجسس لأمريكا. إن الواشنطن بوست قالت إن السادات زرع كعميل للمخابرات المركزية الأمريكية منذ الستينات ليضمن دخلا ثابتا، وكانت تدفع مخصصاته عن طريق كمال أدهم. ونادر لما كان يجي كمال أدهم برسالة، نادر، وكان دايما بيجي، وأشرف مروان موجود ما كان دايما بيكون معاه. جاء أحد الأمراء العرب الوثيقي الصلة بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنا بسأل في الوقت اللي مصانع الحربية في إسرائيل بتعمل بخيامل طاقتها، هل مصانعنا الحربية وإحنا مقدمين على معركة بتشتغل بكل طاقتها؟ وأنا بسأل هنا وزير الدفاع كان أيامها محمد صادق، هل خد أي اعتمادات علشان يخلي الإعداد للمعركة بتشغيل المصانع بكل طاقتها؟ فقال ولا مليم. إحنا داخلين حرب في 73. عشان تعرف العملية بأبعادها. القيادة العامة في هذا الوقت تتدخل في أعمال القتال يعني بشكل مش علمي اطلاقا. طبعا ان احنا عندنا في الجيش، هل ده في خيانه ست؟ لا 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 اطلاقا. يعني السادات لم يخن القاده العسكريين اثناء الحرب. معلش، طلعت الاول عند فيدي المخابرات الحربيه، تم تعييني في اعلى مكتب شفره. طبعا كشاب مصري وطني بحب بلدي اكتشفت خيانات كبيره قوي في البلد فاتكلمت عنها، فكان لابد. انت اشتغلت في مخابرات؟ أيوة، كنت ضابط مخابرات حربية، كنت الأول اللي فيت مخابرات حربية، وحسيت بالخيانة اللي أضاعت تحرير سيناء في سنة 73 واعترضت. إن هذه المعلومات الاستثنائية التي حصلنا عليها في 12 من أكتوبر هي ما أنقذت إسرائيل. طلع الطيران الحربي السوري لإسقاط الطيارة المصرية اللي احنا فيها. كلمني بيجن رئيس وزراء إسرائيل وقتها، كان يقول مستر بريزنت، قلت له اتفضل، وديته التليفون لسياده الرئيس، قال له شايف الطيران الحربي السوري اللي عايز يوقعك؟ قال له ايوه. قال له تسمح لي احرسك لغايه ما تدخل المجال الجوي المصري؟ قال له اتفضل. يعني اسرائيل هي اللي حمت رئيس طياره الرئيس السادات في عودته من سوريا؟ ايوه ايوه.
حول مرافقتك اليهودية التي وظفت من قبل بروتوكول للقيام بمصاحبتك، وحول الرئيس السادات نفسه وبداية علاقته الوثيقة بالأمريكان ابتداء من هذا التاريخ، وما ذكر من قبل بعض الذين كتبوا مذكرات ومنهم الدكتور محمد حسن زيد بأن الرئيس السادات اختفى لمدة 3 أيام، فسرت على أنها كانت بداية لتوطيد علاقته بالأمريكان. ما مدى معلوماتك عن هذا الأمر؟ أولا أنا كنت مرافقة له، ما اختفاش 3 أيام ولا حاجة، كنا سوا وكنا قدام الجرايد. طب أنت بتقول لك وانت أنا لقيت وانت قايل حاجة غريبة جدا. قال إن السادات رغم كل تشدده ده لكن سرا كان بيقول للإسرائيليين إن هو للأمريكان إن هو متراجع عن موقفه وإنه بيعمل الموضوع ده عشان أنتوا الوفد اللي مع السادات وفد متشدد وبيحاول يفهمكم السادات إن هو متشدد زيكم. ويليام كوانت اللي قال الكلام ده في كتابه عملية السلام. قد يقول ده رأي ويليام كوانت. حينما جاء بيجن إلى الإسماعيلية فوجئ محمد إبراهيم كامل وكان سفير لمصر في بون بتعيين وزير خارجية خلفا لإسماعيل فهمي، وذهب إلى الإسماعيلية استدعى الرئيس حتى يحضر معه، وعرض الرئيس أن يقسم اليمين أمام بيجن وأمام المسؤولين الإسرائيليين، ورفض محمد إبراهيم كامل. هو في مذكرته قايل كده لا بالنص. أنه لا يقول الحق. الآن ننتقل إلى علاقة الحاكم العسكري السادات بالمخابرات الأمريكية. صحيفة الواشنطن بوست قدمت رواية قالت فيها أن السادات كان عميل للمخابرات الأمريكية، والذي قدم هذه الرواية صحفي شهير جدا هو نفسه الذي فضح الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في قضية ووتر جيت، وأدت هذه الفضيحة بالإطاحة بالرئيس الأمريكي. رواية الواشنطن بوست بتقول أن كمال أدهم مدير المخابرات السعودية، والذي اتضح أنه المنسق الإقليمي للمخابرات الأمريكية في الشرق الأوسط، جند أنور السادات من أيام جمال عبد الناصر. وحتى نتثبت ما إذا كانت رواية الواشنطن بوست بحق السادات أنه جاسوس صحيحة أم كاذبة، سنراجع الشخصيات التي أحاط بها السادات نفسه. نبدأ بالضابط حسن التهامي، وهو كان ضابطا في جهاز المخابرات العامة. أصبح حسن التهامي وزيرا للدولة لشؤون رئاسة الجمهورية. عشان أضحك السادات قلت له تعرف سيادة الرئيس أنا جاي أشتكي لك حسن التهامي، عاوز يخليني أن أسلم. فالسادات قال له يا حسن خد بالك من بطرس هيخليك أنت تتنصر. يقول الضابط مدحت أبو الفضل في مذكراته كنت نائبا لرئيس المخابرات العامة إن الضابط حسن التهامي كان محتجز عدة أدوار في برج القاهرة، كنا بنسميهم قلعة الأسرار، محدش يقترب منها إطلاقا، ولا أحد في المخابرات كلها يعرف ماذا يفعل حسن التهامي. حتى فوجئنا ذات يوم بقوات أمن كثيفة جدا تحاصر برج القاهرة وتقول له اطلع يا حسن، سلم نفسك يا حسن. حسن يقول لهم مش طالع أبدا، فراحوا دخلوا واقتحموا المكان وخدوا حسن بالقوة. فنائب رئيس المخابرات بيقول سألنا إيه الموضوع، فعرفنا أن حسن التهامي كان بيسجل لجمال عبد الناصر ويتجسس عليه ويسجل له أحاديثه الشخصية. فقلنا بس ده حسن التهامي ده رقبته هتطير وهيروح ورا عين الشمس ومحدش هيعرف له طريق جرة. فوجئنا إن حسن التهامي جمال عبد الناصر خده وعينه في رئاسة الجمهورية، وبعد ذلك عينه أمين عام رئاسة الجمهورية. في سنة 69 استدعاه الرئيس جمال عبد الناصر إلى مصر وعينه في منصب أمين عام في رئاسة الجمهورية بدرجة وزير. ويكمل نائب رئيس المخابرات في مذكراته إن الاتحاد السوفيتي اعترض عند جمال عبد الناصر وقال له انه اكتشف ان حسن التهامي بيتجسس على الجيش السوفيتي الروسي ويدي هذه المعلومات للجيش الامريكي، وان حسن التهامي من خلال الضباط المصريين الذين يذهبون للتدرب في الجيش الروسي والجيش السوفيتي، ورغم ذلك ظل عبد الناصر يحتفظ به. فلما مات جمال عبد الناصر قام السادات جايبه معينه وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وبقى لازق فيه على طول. في كتابك انت طريق مصر الى القدس صفحة 139 اتكلمت عن حسن التهامي، وحسن التهامي كان معاكم في الوفد. قلت كان حسن التهامي بمثابة عراف السادات وسمير الرئيس ورجل البركة ورافع المعنويات. ومن النوادر عن حسن التهامي انه كان يتظاهر بانه راجل مخرف، وهو يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقولوا في ايه يا حسن،
يقول لهم اصل سيدنا الخضر معدي وانا الوحيد اللي بشوفه فبرد عليه السلام. ثم اصبح اشبه بالصوفي مؤمنا بانه يتلقى في الاحلام تعليمات خاصه من الرسول، وكان يتصور نفسه صلاح الدين المصري الذي يحمل رسالة خاصة باستعادة القدس والذودة عن الإسلام، وكان السادات يرتاح إلى وجوده ويستمتع بصحبته. قل لنا دور حسن التوامي كان إيه معاكم؟ ما كانش دور، زي ما الكلام اللي بقوله هو اللي حصل. واستمر حسن التوامي مع أنور السادات لدرجة أنه لم يجد أحدا يأتمنه ليكون قناة سرية الاتصال بينه وبين الإسرائيليين إلا حسن التوامي. وكذلك لما بعت التوامي وقابل موشى ديان في المغرب ايضا يعني اتكلموا وقالوا انه يعني جاهزين للسلام. وعلشان نعرف قد ايه حسن التهامي كان يثق فيه السادات، رئيس المخابرات كان مسافر مع حسن التهامي وهو لا يعلم هما رايحين يقابلوا مين. في المغرب قابلوا شخصيتين، كمال حسن علي رئيس المخابرات المصريه بحنكته وذكائه ونظرته الثاقبه شك فيهم، قال ايه الاثنين دول قاعدين مع الملك الحسن مش قادر يتكلم وحسن التهامي جنبه. في لحظة من اللحظات الملك الحسن استأذن وقال لهم هسيبكم لحدكم عشان تكملوا. حسن التهامي بص لكمال حسن علي اللي فضل طول الطريق لحد المغرب في الطيارة مش عارف هم رايحين يقابلوا مين. حسن التهامي بص لكمال حسن علي وقال له ممكن تسيبنا لمدة ساعة؟ كمال حسن علي رئيس المخابرات ازاي يقول له كده حسن التهامي؟ بعد ما رجعوا مصر كمال حسن علي أول حاجة عملها ذهب مباشرة إلى القصر الجمهوري ليشتكي حسن التهامي. السادات انفجر في الضحك، قال له أنت عارف يا كمال أنتوا مين اللي قابلتوهم؟ قال له أنا معرفش، وحسن التهامي رفض أنه يقول لي وإحنا مراجعين ما قال ليش. قال له اللي أنتوا قابلتوهم ده كان رئيس المسادس حاب حوفي. وقال له طب مين التاني اللي كان شكله غريب اللي لابس نظارة؟ قال له ده ديفيد قمحي القائم بأعمال رئيس المساد. حسن التهامي طبعا كان أول من التقى بالإسرائيليين، وديان كتب في مذكراته عن لقائه مع حسن التهامي في المغرب مرتين قبل أن يقوم السادات بذهابه إلى القدس. نعود مرة أخرى إلى مذكرات الضابط أبو الفضل الذي كان نائبا لرئيس المخابرات. قال في مذكراته أن حسن التهامي ظل سرا غامضا لا أحد يعرف ما وراء حتى وقعت الثورة الإسلامية في إيران، والطلبة الإيرانيين اقتحموا السفارة الأمريكية وعثروا على وثائق، فاكتشفنا ان المخابرات الامريكيه عامله مركز في القاهره لمكافحه الشيوعيه، رئيسه او المنسق الاقليمي للمخابرات الامريكيه في الشرق الاوسط هو كمال ادهم مدير المخابرات السعوديه، يعاونه عن مصر الضابط حسن التهامي. ففهمت سر قوه حسن التهامي مع جمال عبد الناصر ومع انور السادات. الشخصية الثانية هي كمال أدهم مدير المخابرات السعودية، وطبعا اتضح كما ذكرنا أنه كان المنسق الإقليمي للمخابرات الأمريكية في الشرق الأوسط لمكافحة الشيوعية وفقا لما تم نشره من الوثائق التي تم العثور عليها في إيران. السفارة الأمريكية في طهران أو ما كان يعرف بالسفارة الأمريكية في طهران، هذه الوثائق قطعت بشكل أو بآخر، لكن الطلاب تمكنوا من إعادة لصق هذه الأوراق وإعادة فهم ماذا في محتواها. ما كانش عندنا جهاز هنا في البيت يتصل بالملك فيصل دايركت زي ما حضرتك بتقول، هذا خطأ. هيكل أشار إلى ذلك في كتابه أيضا، وأكد أن طلب منه أن يكون هذا الجهاز في بيته هو، ولكنه ممكن رفض. ممكن يكون في بيت هيكل لما كان لا هو رفض هيكل نحن. رفض هيكل وقال ان رئيس المخابرات ابلغ ان في اشارات تطلع، هذا خطا ايضا من هيكل من لان الصدر. انا هنا صاحبه البيت وما عندناش جهاز. انور السادات كان بيتصل بالملك فيصل بالتليفون اللي موجود البي بي اكس اللي جنب السرير، وهذا يكشف لنا سر العلاقات السريه القويه جدا بين شاه ايران عميل اسرائيل الرسمي وبين انور السادات، باعتبار الشاه كان رجل أمريكا الأول في المنطقة. نعم. في ذلك الوقت. نعم. شاه إيران كان بيحتفل بعيد تحرير اليهود. جت زيارة لإيران لمرور 25 قرن على قيام الإمبراطورية الفارسية. أتاريه هو تاريخ احتفال اليهود، صدور قرار تحريرهم دون حجرة كده مكتوب عليها بالمسماري القرار بتاع اعتاق اليهود بواسطة قورش، وده مرور 25 قرن، فكأنه مش احتفال بتاريخ
الإمبراطورية الفارسية، إنما هو كان احتفال بتاريخ اعتاق اليهود منذ 25 قرن. وبعد ذلك لما أنور السادات طلب منه بنزين حول المراكب اللي في البحر وقال لها ما تروحيش أوروبا، روحوا الأنور السادات الأول، أصلا هيحارب إسرائيل، الشاه إيران هيحارب إسرائيل ويبقي السادات على أوروبا. لما بعت الشاه إيران أم حول المراكب من البحر تيجي على اسكندرية اللي كانت رايحة أوروبا، حولها باللاسلكي على اسكندرية. وفيما بعد لم يجد شاه إيران مكانا ليأوي فيه إلا عند السادات. الشخصية الثالثة التي أحاط السادات بها نفسه هو رجل أعمال السعودي عدنان الخاشقجي، وهو عميل للمخابرات الأمريكية. رونالد كيسلر في كتابه المهم عدنان خاشقجي، المال، السلاح، المخابرات، ريتشارد نيكسون محاميا له، ورونالد ريغان حليفا له، عدنان خاشقجي. وكان الوسيط بين المخابرات الأمريكية وإيران. إيران في الوقت ده كانت بتقول لك أمريكا الشيطان الأكبر. لقد تورطنا في هذه الفترة في قصة الكونترا التي أتت بنتائج عكسية على الجميع. لقد طلبوا مني تمويل الصفقة ووافقت، وقمت بمنح المخابرات المركزية الأمريكية $1,000,000 وقاموا بشحن المعدات ودفع لي الإيرانيون. لقد أخبرت الأمريكيين منذ شهور أنني لم أتاجر في الأسلحة مقابل الرهائن. إن قلبي ونواياي الحسنة يخبراني أنني على صواب، بينما تشير الحقائق والأدلة إلى عكس ذلك. وعدنان الخاشقجي كان صديقا لشارون ومش هديان. من شيمون بيريس إلى أيال شارون إلى ديفيد كمحي، علاقات تطورت إلى حد الدخول بسيناريوهات سياسية كبيرة، حتى أنه هالعلاقة كان بوابة لنسج اتصالات خفية بين السادات والجانب الإسرائيلي، وهالعلاقات أو هالاتصالات أدت إلى اتفاق كام ديفيد. عدنان الخاشقجي كان واحد من القليلين الذين يحضرون المباحثات السرية في المغرب. وقتها مع الكلام مع واحد زي بيريز وفهم العقلية اليهودية انه عايزين ايه من المنطق، عايزين دولة يهودية محدودة. بل ان صحفي امريكي في كتاب اصدره كشف ان رجل الاعمال السعودي عدنان الخاشقجي هو الذي كان يمول حملة الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون. ان عدنان خاشقجي كان بيمول حملة نيكسون، فلما جم يحاكموه في الكونجرس ان انت دفعت رقم كبير جدا لحملة نيكسون باي صفة، قال لهم انا ما دفعتلوش لاسباب سياسية، ده ريتشارد نيكسون الرئيس الامريكي المحامي بتاعي. وطلع فعلا ان نيكسون كان محامي عدنان الخاشقجي. وهذا يكشف لنا الشبكة التي كانت تدير مصر ومسار حرب اكتوبر ومفاوضات السلام مع اسرائيل. إذا كان الحاكم العسكري أنور السادات متآمر وخائن وجاسوس، لماذا يقود حرب أكتوبر وينتصر على إسرائيل ثم يدمر الجيش المصري المسلم بعد ذلك؟ نرجع هنا لحقيقتين تاريخيتين، وهما أن حرب أكتوبر كانت بقرار من أمريكا. أما عن أن حرب أكتوبر كانت بقرار أمريكي فذلك ثابت رسميا من مذكرات جميع المسؤولين المصريين في عهد السادات نفسه. في حرب عام 1967 كان جمال عبد الناصر عميل للمخابرات الأمريكية كما ذكرنا في حلقة سابقة، وسنخصص حلقة مستقبلا بإذن الله لذلك بالتفصيل. وساب الحضن الأمريكي وارتمى في أحضان الاتحاد السوفيتي أو الروس، فقررت أمريكا تأديبه وسلطت العائلة بتاعتها إسرائيل إن هي تدخل تحتل سيناء، وبالفعل إسرائيل ضربته وأدبته ودخل احتلت سيناء. بعدها جمال عبد الناصر استوعب الدرس وقال لأمريكا أنا آسف، كل اللي انتوا عاوزينه وهسلم الحكم لرجالتكم. قالوا خلاص وقاموا عاملين مبادرة روجرز. وشفت إن يجي زكريا رئيس جمهورية، لأن بصراحة يا شمس الأمريكان عايزين راسي أنا، فأنا حديهم راسي
هسلم لهم راسي وهجيب زكريا الراجل بتاعهم يوم يقدر يتفاهم معاهم ويخلص مصر من المشكله اللي هو فيها. انا الحقيقه بكيت وانا رجعت فكرت تاني، قلت يمكن زكريا واحد مننا وبتاع مش عارفين وله خبرته برضه وعلاقته بالامريكان كويسه يمكن يقدر يعمل حاجه. ولما اختلف معاه عين بتاع امريكا الجديد انور السادات. صاحبتك او كانت المضيفه التي من المقرر ان تصحبك كانت يهوديه امريكيه؟ نعم. اليس كذلك؟ افتكر كده. ايضا في نفس هذه الزياره اختفى الرئيس السادات كما جاء في مذكرات محمد حسن الزيات لمده 3 ايام. اي ولم يعرف احد جدول الرئيس السادات واين ذهب في ذلك الوقت. ليه يعني عشان ايه هيختفي؟ ويقال بان الرئيس السادات في ذلك الوقت مع الخلافات الموجوده داخل مجلس قاده الثوره بين عبد الحكيم عامر وبين عبد الناصر ومع تصفيه كثير من الضباط بدا يرتب اوراقه مع الاداره الامريكيه. في الحلقه القادمه ابدا معك من هذه النقطه. لا انا لازم اكذبها دي. مات جمال عبد الناصر وجاء السادات. الذي حدث هو ان كمال ادهم مدير المخابرات السعوديه المنسق الاقليمي للمخابرات الامريكيه في الشرق الاوسط كما سياتي فيما بعد جاء من امريكا راسا واجتمع بانور السادات وزير حربيته في ذلك الوقت محمد صابر. جاء احد الامراء العرب الوثيقي الصله بالولايات المتحده الامريكيه وقابل الرئيس انور السادات وجاء من الولايات المتحده الامريكيه مباشره على مصر وقابل الرئيس السادات وكان في المقابله ديت كنت انا موجود وحافظ اسماعيل والفريق الصابر محمد الصابر. يعني سريه الاجتماع شديده جدا لدرجه انه وزير الخارجيه تم منعه من حضوره. اللي حضر المقابله محمد صابر وقعدوني انا وحافظ اسماعيل بره وخرج محمد صادق يقول خلاص الموضوع انتهى. بعدها انور السادات اتخذ قرار طرد الخبراء الروس من مصر. فلقيت بعد كده اتكلم انور السادات وقال انا طربقتها على دماغه. الله ايه يا ريس الحكايه؟ قال طردت الخبراء السعوديين، استدعيت السفير واستدعيت المستشار العسكري وطردت الخبراء السعوديين. انا بقى زوجته بقول له طيب فتحت سكه مع الامريكان بتطرد الروس وانت مش فاتح مع الامريكان. ما هو كان حتى فتح سكه سريه وكان كمال ادهم بيلعب دور رئيسي فيه. لا يا فندم لا هذا خطا وخطا جسيم. اول ما حدث بعد يوليو 72 عندما طرد السادات الروس هو انه تم تنشيط القنوات السريه وبدا نيكسون وكيسنجر في الاتصال مباشره بسادات على اساس دوري لاول مره. هذا خطأ لي لأن أنور السادات ما اتصلش أبداً إلا بعد 73 ما انتهت بالأمريكان. وكان هذا مطلب أمريكي أنه لابد الخبراء الروس يطلعوا من مصر قبل أن تخرج إسرائيل، لابد مصر ترجع مستعمرة أمريكية مرة أخرى. كتب الضابط محمد حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومي للسادات في مذكراته أن وزير الخارجية الأمريكي سرب تصريحات له بأن أولوية الولايات المتحدة الأمريكية وتصفية الوجود العسكري الروسي في مصر، كما خطب الرئيس الأمريكي أن شرط حدوث تسوية سياسية في الشرق الأوسط أي انسحاب إسرائيل من سيناء يرتبط بتصفية الوجود العسكري الروسي من مصر. بعد ذلك استمر كمال أدهم في زيارات سرية ما بين أمريكا وأنور السادات والذي كان يحضر لقاءاتهما أشرف مروان السكرتير الشخصي للسادات زوج ابنة جمال عبد الناصر والذي تردد أنه جاسوس مزدوج من مصر وإسرائيل. ونادر لما كان يجي كمال أدهم برسالة نادر وكان دايما بيجي وأشرف مروان موجود مكان دايما بيكون معاه. الأمريكان راحوا لجولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل وقالوا لها يا ست جولدا خد الجيش الاسرائيلي بتاعك واطلعي من سيناء وهنسيبها منزوعه السياحه. قالت لهم لا. مع نهايه المحادثات التي استمرت يوما ونصف اليوم لم يكن ذلك مقبولا. قالوا لها لا ايه؟ ده لو وركزوا معايا ده لو الجيش المصري عبر منه 500 جندي ببندقية واحدة ومعهم حتة قماشة
مرسوم عليها العالم وعلقوها الضفة الشرقية للقناة هنطلعك من سيناء بحل سياسي. قالت لهم لا. قلت لها يا رئيسة الوزراء إن كل ما يحتاجه هو 500 جندي مصري ومعهم علم مصر وبندقية واحدة على هذا الجانب من القناة كي يستطيع الوصول سياسيا إلى ما نحتاج الوصول إليه للانتقال بعد ذلك إلى التفكير في اتفاق شامل. فالسادات اجتمع بقادة الجيش وقال لهم بصوا بقى أقول لكم على حاجة، أنا عاوزكم تعبروا القناة خدوا لي بس 10 سنتي وأنا بقى بطريقتي ومعرفتي هرجع سينا كلها. في الأشهر الأولى سنة 71 في اجتماع مجلس أعلى على الضيق يعني قال لنا أنا مش عايز منكم حاجة غير 10 سنتي في الضفة الشرقية وأنا هحل الموضوع سلمي. لو احتليتوا 10 سنتي من شرق القناة واحتفظتوا بيهم أنا أستطيع أن أعمل كل ما يمكن أن تتصوروه سياسيا. السؤال هنا ما هي الدولة التي وعد السادات إن بمجرد ما الجيش بتاعه يعدي بس ويحط العلم سينا كلها ترجع من غير قتال؟ الإجابة هي أمريكا، لأن المسؤولين الأمريكان هم الذين قالوا ذلك لجولدا مائير، لو السادات عبر وحط العلم هنرجع له سينا، وهو نفسه قال هذا الكلام، وبعد الحرب قال اللعبة كلها في إيد أمريكا. All the cards in this game is in the hands of the United States. وبعد عدة سنوات اتضح ان هنري كيسنجر كلف انور السادات ضمنا بانه يغير الواقع الموجود عسكريا. والسادات كتب في مذكرات البحث عن الذات، ومستشار الامن القومي حافظ اسماعيل كتب في مذكرات وهو الذي قابل هنري كيسنجر. سيادة المستشار حافظ اسماعيل. ايوه اسماعيل، قابلت كيسنجر؟ قابلته يا ريس، وده تقرير عن المقابله. لخص للتقرير. هنري كيسنجر قال لي أنتم مهزومون وليس للمهزوم أن يملي شروط، فعليكم إما أن تقدموا تنازلات أو تغيروا الواقع. غيروا الواقع. وأردف كيسنجر وفقا لما جاء في مذكرات محمد حافظ إسماعيل أن كيسنجر قال له ليس معنى هذا أني أنصحكم بالعمل العسكري. طبعا كيسنجر بيأخذ حذره لأنه ممكن السادات يطلع حمار ويروح يقول كيسنجر قال لي حارب إسرائيل. وتصريح كيسنجر يشبه بالضبط لما تذهب إلى مصلحة حكومية يقوم الموظف يقول لك ما تخلي عندك نظر يا أستاذ، إيه من حاجة، مش معنى كده أنا بقول لك قدم رشوة ولا حاجة، فطبعا معناها أن أنت تقدم له رشوة. ده كلام السادات بيقول يعني. كيسنجر قال لحافظ إسماعيل أنا ما أقدرش أتعامل مع المشكلة بتاعتكم وهي مشكلة ما هيش ساخنة، فلما تبقى المشكلة ساخنة أنا ممكن أتدخل. والدليل على ذلك أنه إسرائيل لما حصرت الجيش الثالث الميداني كان في إيدها تموتهم الجوع بس في ظرف أسبوع، لكن هنا وزير خارجية أمريكا هنري كيسنجر تدخل وأكبر الجيش الإسرائيلي بالعافية أنه يفوت الإمدادات للجيش الثالث المحاصر وإلا يموت كانت تبقى كارثة على السادات. ومن جهة أخرى لم يشأ أن ينتهي الأمر كما في عام 67 بهزيمة كاملة للعرب، لذا قرر سريعا أن تنتهي المسألة هذه بنوع من التعادل والتوازن على الأرض. بل إن موشا ديان وزير حربية إسرائيل قال في ندوة فيما بعد ذلك إن فوجئنا بأمريكا بتقول لنا إذا ما فتحتوش ممر للإمدادات للجيش الثالث فإن أمريكا ستزود الجيش المصري بالسلاح كي يضربكم في الصخرة. كتب الفريق كمال حسن علي رئيس المخابرات في عهد السادات ووزير الحربية فيما بعد أن موشا ديان ذكر أن أمريكا هددت إسرائيل بإمداد الجيش المصري بطائرات الهليكوبتر إذا لم تفتح طريق الإمدادات فورا للجيش الثالث المحاصر، وهو ما سبب صدمة لإسرائيل التي كانت تظن أن أمريكا صديقهم الثابت والصامد. يعزز هذا أن سفينة أمريكية رفع العلم الأمريكي حاولت تكسر الحصار القوات البحرية في مضيق باب المندب عند اليمن، والقوات البحرية المصرية تصدت لها وأطلقت عليها النار، والسفينة الأمريكية أرسلت نداءات استغاثة للأسطول الأمريكي الذي شاهدها وكان موجودا وقف يتفرج. شفت أسطول أمريكي يقف يتفرج على سفينة أمريكية وهي بتنضرب بالنار؟ ويترك المجال للجزء بتاع قبل باب المندب لسيادة اللواء بدر اللي هيتكلم فيه.
وفي البعض هذه السفن حاول ان هو يجرب يعني ما اعرفش بتعليمات او كده مجرد تجربة انهم يعبروا فكنا بنطلق عليهم النيران فكانوا بيرجعوا بسرعة. في هذا الوقت كان في بعض المدمرات الأمريكية كانت موجودة في المنطقة ولم تتدخل في القتال حتى أثناء اشتباكنا مع سفينة تجارية أمريكية ترفع العلم الأمريكاني وعند إطلاق النار عليها قامت بالاستغاثة ولم تتدخل المدمرات الأمريكية لإنقاذها. هنا يبرز سؤالين، هل أمريكا بتحب مصر وقفت ضد إسرائيل؟ طبعا لا، إنما إن أمريكا وجدت إنه إذا السادات لم يستطع أن يطرد الجيش الإسرائيلي من سيناء فإن نظام حكمه ونظام الحكم العسكري سينهار وتحدث ثورة في مصر. خرجت الحركات الطلابية في عام 1972 بمظاهرات تعبر عن غضب الشعب من حالة لا سلم ولا حرب التي تعاني منها مصر. فأمريكا تدخلت لإحباط هذه الثورة من خلال إيجاد نصر شكلي. جمال راح وسابني رجليا متكتفة على شريط السكة الحديد، ولو ما بعدتش عن القضبان القطر هيهرس لحمي وعظمي. في بداية هذا الفيلم عن سيرة السادات قال هاورد كينغ سميث أن الأمريكيين محظوظون بوجود أنور السادات لأنه زعيم عربي معتدل، إذا لم يتحقق سلام في وقت قصير نسبيا ألن يهدد ذلك باختفاء المعتدلين أمثال السادات؟ ربما لأن شعوبنا الشعوب العربية بدأت تشعر بإحباط لكني أعتقد بل أنا واثق من أن الولايات المتحدة تستطيع أن تلعب دورا أساسيا في الحفاظ على سير الأمور. بل إن أنور السادات تعاون مع حافظ الأسد الحاكم العسكري لسوريا وهو يعلم أنه جاسوس. جاد سادات والله الذي لا إله إلا هو، حط إيده على ظهري من ورا قال لي بص أدي الجولان يا معه، شفت الجولان حاجة إيه؟ مرتفعات مهولة، حاجة كده نازلة تحت، مش ممكن مش ممكن حد يقدر يستولى على البتاع ولا قنبلة ذرية. قال لي دي جولان يا محمود، أقول لك على سر والله ثالثنا حافظ الأسد قبض 50 مليون دولار جابهم له رفعة أخوه، الله ما نعرف 50 ولا 100 مش عارف يعني الذاكرة بتاعت أنا كاتب أخوه رفعة الأسد مدير المخابرات السورية وحطهم في جنيف، وجه حافظ الأسد للقوات السورية كلها كان ياما وزير دفاع وكان الرئيس الجمهورية نور الدين الأتاس، قال لهم انسحبوا فورا ما فيش طلقة واحدة أحسن حيبيدوكم. كان لدى الأردنيين الملك حسين ورئيس استخباراته جاسوس في القيادة العليا السورية، وقد مرر هذا الجاسوس إلى الأردنيين خطط الحرب السورية المصرية، وقد بعث الملك حسين بنسخة منها إلى كيسنجر ونسخة أخرى إلى ديان، وطار الملك بنفسه إلى إسرائيل لتحذير جولدا مائير رئيسة الوزراء من الهجوم المحقق، لكن الإسرائيليين لم يصدقوه وظنوا أن ذلك تضليل. كما أن ملك الأردن وهو جاسوس لإسرائيل أصر أن يذكر الحرب ويقاتل ضد إسرائيل لإظهار الوطني. إزاء التطورات الراهنة تحركت القوات الأردنية إلى سوريا واشتركت بقوة في العمليات العسكرية خلال يوم أمس. نصر أكتوبر هو نصر حقيقي من 6 إلى 12 أكتوبر، بعد ذلك السادات حولوا إلى هزيمة حقيقية ومجرد نصر شكلي أمام الكاميرات اللي هو إيه؟
انك تاخد فلاشة او لقطة لمنظر العبور وعبرنا وشكرا. وسنخصص باذن الله حلقة في المستقبل لدور امريكا في انقاذ الحكم العسكري على مدار 60 عاما حتى لا تتكرر هذه الاحداث. انا اخشى ما اخشاه ان لو دخلنا حرب اخرى وهذه الحقائق لم تعرف للقادة والجنود وللشعب ان تتكرر هذه الاخطاء. هناك أسرار شديدة لو عرفها الشعب سيعيد كتابة تاريخ مصر وتاريخ حرب أكتوبر 73.